مساء الخير واهلا بكم مره ثانيه. تاكد بالفعل خبر زياده اسعار المحروقات وفعلا وصل لمحطات البنزين بيان الزياده. البنزين 92 اوكتين 3 جنيه ونص، 80 اوكتين 235 قرش، الكيروسين 235 250. يعني مش عايز اعكنن عليكم بس يعني هي حصلت، يعني هي كانت متوقعه على فكره، هي حزمه من القرارات متوقعه وكان بس الكلام في التوقيت. اتمنى انها تمر على خير وفعلا المواطن بيعاني والاسعار زادت وكله، بس هي هنقول بقى شروط قرض صندوق النقد او هي اصلاحات هيكليه العلاج الوحيد للاقتصاد المصري لا مفر منه، هو علاج مر زي العلاج الكيماوي كده بتاع الكانسر، يعني بعد الشر يعني ربنا ما يجيبها ابدا، بس هو ليه اثار جانبيه. ليه اثار جانبيه، لو عدينا منه ان شاء الله هيبقى الوضع افضل بكتير. تعالى بقى ناخد طاقه امل زي ما وعدتكم، الشباب اللي يفرح اللي انا حكيت عنه، الشباب اللي يفتح النفس اللي هو بتحس عينيه كده بتنور كده فيها امل وفيها طاقه وشايف الدنيا حلوه قوي. معايا تامر طه، اهلا وسهلا تامر. اهلا بحضرتك. تامر بتحضر دكتوراه، فانا عايز اقول له دكتور وبيقول لي لسه ما خدتهاش، بس انا هقول له دكتور تامر كده عشان يعني ترحيب. ازيك يا دكتور تامر؟ اولا شكرا جزيلا. طب نقدم محمود الاول ونرجع نكمل. محمود مرعي برضه فنان تشكيلي وهيشرح لنا المشروع. أهلا نبدا بحضرتك. اهلا بيك يا محمود، اهلا وسهلا. يلا نرجع بقى تامر. اولا الف مبروك. الله يبارك فيك على البرنامج وتبقى يعني بدايه خير. الموضوع الدكتوراه اللي انا بعمل فيه هو اقتصاد الابتكار، واقتصاد الابتكار هو فرع جديد من الاقتصاد، جديد نسبيا يعني، بيدرس اثر الابتكار والتكنولوجيا على الاقتصاد ككل. يعني زمان لما اتعلمنا اقتصاد في الاول كان بيقول لك ان عناصر الانتاج هي الارض والعماله وراس المال، والنمو الاقتصادي بيقوم على نمو الثلاث عناصر. بس تامر خش، انا عايز ايه يعني كلم الجمهور ما تكلميش انا ببساطه شديده. انت عندك موقع انا سامع انه مكسر الدنيا، ويب سايت اسمه يمكن. يمكن ايه بقى؟ مش هي الفكره انه في مشكله دايما بيبقى في ما بين ربط البحث العلمي والافكار والابتكارات اللي عند الشباب، في فجوه بين البحث العلمي وبين المصانع او المصانع بقى مصانع او اي حد محتاج فكره مبتكره. ايه اللي انت عملته بقى عشان تقرب المسافه دي؟ الفكره باختصار شديد ان احنا حطينا وسيط في النص، وسيط ياخد المشاكل من المصانع ومن الجامعات الاهليه وحتى المؤسسات الحكوميه اللي بتواجه مشاكل، وعن طريق البحث العلمي بنحاول نحلها. فاحنا بنحط المشاكل دي على الموقع، بنقول يا جماعه يا مهندسين يا علماء يا طلبه يا مصريين عايشين بره، اي حد عنده فكره حل للمشكله ديت اتفضل قدم بالحل بتاعك. من ناحيه تانية لو حد عنده فكره وعايز يسوقها او عايز يحطها مصنع ممكن ياخدها ينفذها. بالظبط. جميل. طبعا بيبقى في حافز بقى، اولا الحافز يا متى بيجي حافز مادي من المصنع. يعني هنا شايفين صوره مثلا، ده مصنع في العاشر من رمضان كان عنده مشكله في فرز الباميه بشكل آلي، حط المشكله على الموقع، جبنا دعم او حافز مادي من اكاديميه البحث العلمي، وطلبه من شباب من هندسه طنطا قدموا، اللي هم دول قدموا على الحل، وتم تقييم الحل من خبراء دكاتره في الجامعه وناس شغالين في المجال، والحل نجح. والحل حاليا هم شغالين في المصنع ان هم بيعملوا الحل دوت مع الناس بتوع المصنع. جميل. فدوت نموذج. طبعا الحافز لا يعني يا مثلا بيكون جاي من راعي للتحدي دوت، احنا بنسميه على موقع التحدي، او بيكون جاي من صاحب المشكله نفسه. تمام. طيب يعني الشباب اللي بيتفرج دلوقتي اقول له روح على موقع يمكن حط افكارك؟ يعني انت شايف ان هي سهله قوي ان انا راجل عندي فكره في فيلم بقى، في الصناعه، في المزيكا، في الفن، في اي حاجه، يروح يحطها على يمكن؟ يحطها على يمكن، هيتم تقييمها، هيتم تقييم الاثر الاقتصادي بتاعها، لو في حاجات ناقصه الفريق بتاع يمكن دوت كوم هيبلغه، هيكلمه، هيقول له محتاج تركز قوي على كده، محتاج تعرفنا اكتر معلومات بالموضوع دوت. برضو لو حد مش لاقي فكره بس عنده الحافز وعنده الطاقه، زي بنك الافكار كده، لو واحد انا النهارده عايز اعمل مشروع ولقيت فكره ممكن استعين بيها عن طريق يعني ممكن يتواصل دايركتلي، تبادل منفعه. بالظبط. ممكن يتواصل دايركتلي مع المبتكر، او لو حد ما عندوش فكره وعايز يعني يستخدم علمه او معرفته ممكن يشوف اي مشكله من المشاكل. يعني لو حد ما عندوش فكره هيعرف يضيف لك فيها. اشكرك تامر. شكرا جدا. محمود انت فنان تشكيلي، بس ايه كمل انت بقى قول لي. هو حسيت ان الفن التشكيلي ممكن يبقى في جزء تاني خاص بالفن، اللي هو الفن التطبيقي، اللي هو انا اطور منتجات مصريه
واستفيد من الفن بتاعي في ان انا اطور منتج معين. فقررت ان انا ابدا اعمل علامه تجاريه لمنتج مصري بس بافكاري انا. ان انا بدات اعمل تصميمات لحاجات فن من الفنون المجموعات النحاسيه وابدا اخليها تاخد الطابع المصري بس مع روح الحداثه وانها تناسب اي بيت مصري. طب انت عارف يا محمود طبعا عندك المعلومه ان اغلب المشغولات او الحاجات اللي احنا شايفينها دي للاسف بتيجي من الصين. هي المشكله ان انا حاسس يعني انا بشوف ان هي كارثه لا ده للاسف كمان ايه ان احنا بنستورد حاجات من الصين عليها طابع مصري فرعوني وحاجات. يعني انا اروح اجيب فرعون استورده من الصين. طب انت بقى بتصنع الحاجات دي دلوقتي؟ بصنع ده كله في مصر والحمد لله. بيشتغل معايا فريق كويس قوي مدربين وبدات اطور منتج وبقيت استوعب المتلقي بقى عايز ايه. يعني هو سوق المنتج ده عايز. يعني انت لو السياحه رجعت الزهره هيلعب معاك ان شاء الله. مش هنعرف نجيبك في البرنامج تاني. نتمنى كده ان شاء الله ان السياحه للجميع. لهجتك يعني لهجتك يا محمود انا اصلا من هنا بس انا مستقر في القاهره واسست الشركه اللي منين من هنا بقى محمود؟ من مركز ديشنا. اجدع ناس الصعايده يعني الصعايده. انت فخر للصعايده كلهم والله محمود. طيب نرجع تاني لتامر. ايه حكايه تونس؟ احنا توسعنا يعني بدأنا نفتح فتحنا اول فرع لينا من شهر بالظبط في تونس عشان احنا هدفنا هو البلاتفورم موجود فحابين نتوسع لبلاد عربية تانية فترجمنا البلاتفورم بالفرنساوي يعني هو موجود بالفرنساوي والانجليزي والعربي وبدأنا في تونس وفي حتى دلوقتي حاليا تحديات من شركات تونسية محطوطة على الموقع ممكن مصريين يحلوها او ممكن توانسه او ممكن حد من اي يعني انت بدات كمان تخرج تبقى على مستوى الوطن العربي مش جوه مصر بس. بالظبط بالظبط. كسبت بقى فلوس من الموضوع ده ولا لسه؟ بصراحه أكيد. ما تخافش يعني مش ما عندناش يعني احنا ايه حاطين علامه خمسه على الشاشه عشان تامر. كسبت الموضوع يعني لقيت فيه عائد كويس؟ احنا بدانا من 4 سنين. الاول ما كانش الموضوع سهل طبعا فكنا بدانا بجائزه من هنا على مسابقه من هنا نخشها وكده. حاليا احنا عندنا موديل كامل بزنس موديل زي ما بيقولوا او نموذج عمل ان احنا بنستهدف الشركات والمصانع بنطلع منهم المشاكل. يعني ممكن مصنع مثلا معين بيواجه صعوبات مع كل الازمات بقى اللي شايفينها الدولار والطاقه وكده عايز يبتكر عايز يطلع افكار جديده فاحنا بنقعد معاهم نطلع المشاكل ونخليهم بدل ما يجيبوا خبير اجنبي. بص انا يعني طبعا هو الفكره رائعه ووصلاني وعايزه حلقات طويله بس انا اللي يهمني في الموضوع حاجه صغيره كده. ايه محطات الاحباط اللي قابلتك؟ يعني هل جيت في النص وقلت مثلا انا بضيع وقتي على الفاضي او انا محبط انا عايز اسافر بره زي اصحابي اروح اشتغل بره؟ هو اكيد اي حد بيبتدي بزنس سواء في مصر او في اي بلد يعني بتواجهه احباطات كتير. بالذات ان بيبقى موضوع جديد فطبعا في الاول ما كانش اصلا حد فاهم يعني ايه اصلا يمكن دوت كوم ولا ايه يعني الابتكار التشاركي اللي احنا بنتكلم عليه. مع الوقت يعني بعد ما الواحد شاف 4 سنين لا دلوقتي الواحد بيقول ان اي احباطه كانت الواحد بيقف عليها وبيستمر. ومش انا بس يعني اي حد في مجال رياده الاعمال بيبقى عنده الاحباطات دي. في مين بيكمل وفي بيقف. اللي بيقف ممكن يكون يبتدي حاجه تانية ساعتها تنجح او يكون ياخد بقى مسار تاني. هو احنا معلش عشان دخلنا في الموضوع على طول انا عايز اشرح للساده المشاهدين هي فكره رياده الاعمال فكره ان انت تبقى مبتكر يعني راجل بيعمل يعني فكره زي دي مش حاجه مش المشروعات التقليديه انه بيطلع بفكره مبتكره بيبقى صاحب فكره يعني المشروع كله بقى عباره عن فكره. فانا بس حبيت اوضح دي عشان الناس ممكن كلمه رياده الاعمال لسه مش منتشره شويه. طيب محمود مرعي يأست قبل كده محمود حسيت الدنيا قفلت في وشك؟ يعني اكيد مريت بده كتير يعني بس يعني انا يعني ما قلتش نفسك الفن التشكيلي ده ما باكلش عيش انا يا ريتني اروح اشتغل ما اعرفش فين واسافر لا هو اركب مركب في البحر واسافر يعني ما جاتلكش الافكار اللي هي بتقابل شبابنا هو الفكر كله انا كنت في 2011 كنت هسافر اسيب مصر واشتغل بره بس انا فضلت في مصر في توقيت حرج فعلا والحمد لله كان ربنا بيكافئني ان انا قعدت في فتره صعبه وربنا عوضني ده وبدات المشروع بتاعي ينجح وحتى كمان كان في دعم من مركز حيز الصناعه في ان هم يعملوا دلوقتي مشروع كريتيف ايجيبت بدا يعرض لنا انا وشباب غير كتير منتجاتنا تبقى متواجده باستمرار بدل ما هي كانت تبقى معرض لمده زمنيه. هسالك سؤال بس جاوب عليا في كلمه اللي بيسالوه دايما يعني اخواننا بتوع الاتش ار شايف نفسك فين بعد 3 سنين مثلا او 2020 شايف نفسك فين؟ انا ما اعرفش الغيب في ايه بس من اللي انا شفته لا كل سنه بتفرق عن الثانيه واتمنى ان السنه اللي جايه تبقى احسن. تامر سؤال اخير شايف نفسك فين 2020؟
شايف انه اتمنى تبقى مصر فيها فعلا اقتصاد قايم على الابتكار، ونكون واكون انا مساهم بيه سواء كشركه او كفرد، ويكون كل الازمات الموجوده ديت نبقى بقى تخطيناها ان شاء الله. وانت ان شاء الله ساعتها تبقى يمكن ده على الدول العربيه كلها. على فكره احنا هنروج لك على صفحه البرنامج وعلى صفحه القناه، وهنحاول نبقى واسطه ما بين يعني الفكره بتاعتك ومن اي حد عايز يساهم فيها. يا ريت. واحنا عندنا كمان نماذج حلوه قوي، احب برضو يعني نبقى يعني يجوا هنا ويتعرفوا. هيجوا كل بص هات كل مبتكرين مصر المره الجايه، هات اتوبيس حمل اتوبيس مبتكرين وتعالى وليك عليا يطلعوا كلهم. بصوا يا جماعه، يعني انا نفسي مش عايز البرنامج يخلص وعايز اقعد اسمعهم للصبح، ما اعرفش ليه بحس فعلا ان يعني الدنيا بخير، في امل وفي امل كبير. بس يعني هم دول كانوا ممكن يفكروا زي غيرهم والقعده اياها والقهاوي والطاوله والزهر والكلام ده، لكن فكروا بطريقه ايجابيه. بجد هنفضل وراهم، مش هنيأس مهما قلتوا اصل ده مش عارف تطبيل، ده تغييب، ده حركات، كل ده الناس دي رمت الكلام ده ورا ظهر، واحنا برضه هنبقى ورا ظهرنا، هنفضل ماشيين ومكملين وهندعمهم، وهنفضل ورا اي مبتكر. البرنامج هيفضل نافذه للمبتكرين، نافذه لاي حد عايز يفيد مصر في حاجه. وزي ما تامر فكر وزي ما محمود فكر، هنساعد حتى الشباب اللي هم لسه في مرحله هنعمل ايه، ياخدوا افكار من هنا. صفحتنا قدامكم، وخليك ايجابي الهاشتاج بتاعنا موجود، ومستنين ابتكاراتكم وافكاركم. شكرا جزيلا. شكرا.